تلقى قطاع الرياضة في بلادنا ضربة موجعة جراء الاستهداف المباشر للملاعب والمنشآت الرياضية من قبل آلة الدمار السعودية. التقرير التالي يجمل حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالرياضة. 100 يوم ويزيد منذ شن العدوان السعودي حملته المسعورة ضد الوطن التي أتت على كل شيء جميل فيه، مستهدفة مقدرات البلد بما في ذلك المنشآت الشبابية والرياضية، حيث تكبد القطاع الرياضي خسائر جسيمة بحسب التقرير الصادر عن قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة. التقرير أوضح أن العدوان طاول 17 منشأة رياضية مخلفا خسائر قدرت بحوالي 19 مليار و240 مليون ريال يمني. وتصدرت الخسائر التي تعرض لها قطاع الرياضة استاد 22 من مايو في عدن، حيث قدرت حجم الأضرار بأكثر من 10 مليارات ريال. كما تكبد الاستاد الذي يحمل التسمية ذاتها في إب حوالي 5 مليارات ريال، فيما توزعت بقية الخسائر على منشآت كل من نادي الصقر بتعز ونادي اليرموك الذي أوشك على الاكتمال قبل أن تنال منه ضربات العدوان، حاله حال بيت الشباب في صعدة. مشروع جول 2 الذي شيد في مدينة الثورة الرياضية بدعم من الفيفا لم يسلم هو الآخر من القصف، كما لقي المصير ذاته مشروع المسبح الأولمبي ومبنى الاتحاد اليمني لكرة القدم، هذا بالإضافة إلى تضرر العديد من مقرات الهيئات والاتحادات الرياضية جراء القصف العنيف. الاستهداف الممنهج للمنشآت الرياضية على امتداد الأرض اليمنية خلق حالة من الاستياء في أوساط الشباب الذين لطالما حلموا بمنشآت رياضية تلبي طموحاتهم، وبحسب مراقبين فإنه سيؤثر بالسلب على مسيرة الحركة الشبابية والرياضية مستقبلاً.